انك اسمع هذه القصه بقلبك الا تغير الحال الواقع. ما تدري ايش الخير فيه، والله ما جابك الى هذا المكان الا الله لانه يحبك. ايه يحبك، فاسمعك مثل هذه الكلمات وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادرين فيا. اتصل علي قبل سنوات شاب اسمه احمد، شيخ ابو علي، قلت له امرني في ديتك. والله يا احمد هذا عمري ما شفته. قال شيخ ممكن اخذ من وقتك شوي؟ قلت له تفضل اسمعك. قال لي شيخ قبل ايام ولد عمتي اسمه عبد الرحمن مات في حادث مروري، راجع من الجامعة مع 3 من أصحابه، وفي طريق العودة صار عليهم حادث مروري بسيط ما يذكر، لكن الضربة جت على عبد الرحمن هو السواق، سببت نزيف في المخ، دخل في غيبوبة. أصحاب الثلاثة اللي معاه في السيارة ما فيهم شيء، سليمين وعافين، انتظروا الإسعاف. جاء الإسعاف، حطوا عبد الرحمن داخل عربة الإسعاف، ركبوا أصحابه معاه في الإسعاف، يسابقون الوقت علشان يلحقون ما يلحقون المستشفى. وهم في الطريق شوية الا عبد الرحمن يا شيخ ناظر، فتح عيونه وجلس يناظر، ثم قال لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يا ابو علي 4 مرات نطق بكلمة التوحيد. قلت هنيئا له يا احمد، عند أبي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إن شاء الله أنه من أهل الجنة يا أحمد. قال انتظر يا شيخ، جانا الخبر، أخذت أهلي وأقاربي ورحنا نستلم جثة عبد الرحمن من ثلاجة المستشفى. استلمنا الجثة وفي مغسلة الأموات، أقسم بالله يا أبو علي عبد الرحمن وجهه يتلألأ نور وضياء، والله عبد الرحمن مبتسم ابتسامته اللي يعرفها ما انكرها، والله يا ابو علي اصابع يديه الثنتين بهذا الشكل تشهد له بكلمة التوحيد. قلت له هنيئا له يا احمد. قال يا شيخ اسمعني، كفناه بعد ما غسلناه وصلينا عليه دفناه وقمنا في عزاه 3 ايام، وشغلي الشاغل عبد الرحمن عمره 22 سنة ويختم حياته ب4 مرات لا إله إلا الله، عمره 22 سنة وجهه نور وضياء، عمره 22 سنة وأصابع يده بهذا الشكل. يا الله، عبد الرحمن له 8 شهور في التوبة ويختم الله حياته بهذه الخاتمة. شغلي الشاغل عبد الرحمن أيام العزاء، ليش تاب؟ ليش تغير؟ إيش الشيء اللي غير عبد الرحمن؟ أنا أدري قبل 8 شهور كان يسمع أغاني، كان يتابع مسلسلات، كان ينهزم للشهوات، كان زي غيره من الشباب. إيش غير حياته؟ يقول انتهت أيام العزاء يدفعني الفضول، أبغى أعرف ليش تغير. يقول رحت لأم عبد الرحمن عمتي، يقول أحمد سلمت عليها وقلت لها أم عبد الرحمن ممكن طلب؟ قالت تبشر يا ولدي يا أحمد. قال أبغى جوالات عبد الرحمن الاثنين. قالت ما طلبت شيء. دخلت الغرفته جابت الجوالات واعطت احمد، قالت هذه الجوالات. يقول اخذت الجوالات وقاعد اقلب في صندوق الرسائل المرسله وفي صندوق الرسائل الوارده، ابغى اعرف السر اللي غير حياه عبد الرحمن. يقول يا شيخ قاعد اقلب رساله ورا رساله، عرفت السر يا شيخ، عرفت عبد الرحمن ليش تاب. قلت له ليش يا احمد؟ قال وجدت رساله منك انت يا شيخ عبد الرحمن. أنا يا أحمد؟ قال إيه أنت. قلت إيش مكتوب في الرسالة؟ قال مكتوب في الرسالة بشرك الله بما يسرك، أفرحتني بتوبتك وعودتك وإنابتك ورجوعك إلى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، أسأل الله أن يجعلك من أسعد عباد الله. أنا يا أحمد؟ قال لي والله يا أبو علي أصلا ما عرفت رقمك ولا اسمك إلا من الرسالة. قلت له إيش مواصفات عبد الرحمن؟ قال طويل القامة أبيض البشرة سيارته كذا في الحي الفلاني. والله ما عرفته ولا تذكرته. قال يا شيخ إيش رأيك أقابلك بكرة؟ عندي صور لعبد الرحمن أوريك يمكن تعرفها. قلت له بإذن الله على الوعد بكرة. قاعد أنتظر بكرة علشان أشوف عبد الرحمن. جاء وقت الموعد اتصلت على أحمد وينك؟ قال في نفس المكان جيت سلمت على أحمد، عجل ورني عبد الرحمن. خرج جواله فتح على صورته وراني عبد الرحمن أناظر
هذا عبد الرحمن يا أحمد، قال لي يا شيخ عرفته، هذا عبد الرحمن يا أحمد، قال لي يا شيخ عرفته، قلت إيه والله عرفته، إيه والله عرفته، والله ما قابلته في حياتي إلا مرتين، والله ما شفته بعيوني إلا مرتين، ولا سمعت صوته إلا مرتين، لكني على يقين إن أصلحنا العمل والنية سنلتقي يوم القيامة بلا فراق في جنة ونهر عند مليك مقتدر. أناظر الصورة يا الله، هذا عبد الرحمن، قال لي يا شيخ إيش قصته؟ قلت حضر معايا في جلسة دعوية زي هذه الجلسة، انتهى اللقاء جاني متأثر يحتضني يبكي يقول ممكن رقم جوالك يا شيخ؟ قلت له هذا رقم جوال. وصل البيت عبد الرحمن، أخذ كل المعاصي والذنوب وحطها في كيس وجعلها في درام النفايات، وأرسل لي رسالة يقول لو أشترك يا شيخ وصلت البيت وانتصرت على كل المعاصي والذنوب وحطيتها في درام النفايات، والله يا شيخ كأني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. أرسلت له رسالة، بشرك الله بما يسرك، أفرحتني بتوبتك وعودتك وإنابتك ورجوعك إلى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، أسأل الله أن يجعلك من أسعد عباد الله. دق علي مباشرة عبد الرحمن، قال يا شيخ أقدر أقابلك بكرة؟ قلت له ليش؟ قال يا شيخ عندي مشكلة بسيطة وأنا تائب إلى الله، يا ليت نحلها مع بعض. قلت له أحمد بكرة الجمعة بعد صلاة الجمعة نتغدى مع بعض. قال ما طلبت شيء. صليت الجمعة إلا عبد الرحمن الصادق يدق علي، على الوعد يا شيخ؟ قلت له على الموعد. تقابلت مع عبد الرحمن، أخذته مع بعض الشباب وخرجنا في مخطط من المخططات، حطينا الفرش، تغدينا، أخذت عبد الرحمن بيده وقاعدين نمشي في المخطط علشان أسمع إيش عند عبد الرحمن من مشكلة. عبد الرحمن قال لي يا شيخ صحيح عمري في التوبة ليلة يوم واحد، لكن والله يا شيخ أجمل يوم في حياتي، والله أسعد ليلة في حياتي، كأني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. يا شيخ أنا تخرجت من الثانوي ومعدلي رائع جدا وعندي طموح أواصل الجامعة، لكن ما أقدر أواصل الجامعة، تدري ليش؟ قلت له ليش يا عبد الرحمن؟ قال أبوي متوفي وأنا أكبر أخواني، أمي أخواني أخواتي اللي أصغر مني ينتظرون إني أعيلهم وأصرف عليهم، إلى متى وحنا عالة على الناس؟ بعد الثانوية أخذت ملفي وجلست أقدم في وظائف، أقول لك صحيح إني لقيت وظائف، لكن كل الوظائف اللي لقيتها خارج المدينة اللي أمي وأخواني ساكنين فيها، اضطريت إني أتوظف داخل المدينة. تدري إيش الوظيفة يا شيخ؟ قلت له إيش يا عبد الرحمن؟ قال في مطعم توصيل الطلبات بالمجان، في مطعم توصيل طلبات بالمجان، صحيح الراتب 1700 ريال، لكن فيها خير وبركة، أهلي ينتظرونها آخر الشهر. تدري إيش معنات توصيل طلبات بالمجان؟ كم من الاتصالات تهزيء والطلب ناقص، تأخر، بارد، كنسل الطلب، من شقة إلى شقة، من حارة إلى حارة، وهذه حياتي، لكن أصبر علشان أمي وأخواني وأخواتي. تدري إيش معنات توصيل طلبات بالمجان؟ كم من بنات يكلموني أوصل لها الطلب، أحاسبها، تكون معي علاقة، تقول لي أدخل البيت فاضي. عبد الرحمن زي غيره من الشباب يرسم، يتطيب، يتزين، يتجمل، يقول كم انهزمت لهذه الشهوات. يا شيخ أنا اليوم تايب، أنا اليوم عايد ومقبل على الله وبين نارين، أبقى في هذه الوظيفة علشان أمي وأخواني وأخواتي؟ أتركها علشان ديني، هدايتي، استقامتي؟ أنا اليوم أطرح القضية بين يديك، إيش نصيحتك يا شيخ؟ ناظرت في عبد الرحمن، والله ما قلت له إلا هذه الكلمات، يا الغالي يا الغالي يا رأس المال اللي زينك الله بلحية وثوب قصير وأدخلك بيته وأسجدك له وأركعك بين يديه، أتحس بالطريق مفروش بالورود؟ لا والله، والله الطريق يحتاج إلى تضحيات، إلى بذل، إلى عطاء، مليء بالفتن والمحن والمدلهمات، ليميز الله الخبيث من الطيب.
عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله. هذه كلماتي له. عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله، إلا دينك يا عبد الرحمن لا تخسر دينك. أنت أدرى بنفسك، إذا كانت هذه الوظيفة تجعلك تخسر دينك، تقدم تنازلات، اتركها. ووالله يا من ترك شيء لله أن يعوضها الله خيرا منه. قال لي بإذن الله. نزلت لسيارته، والله ما شفته بعد اليوم إلا في الصورة. كلمت أحمد بهذا الكلام، قال لي والله إنك صادق يا شيخ. كان لقاءكم يوم الجمعة، قلت إيه. قال يوم السبت أخذ تفويض السيارة واستمارة السيارة وراح لإدارة المطعم وقدم استغناء واستقالته، أخذ ملفه وأوراقه وقدم في جامعة الملك خالد قسم شريعة وقبل، والمستوى الأول، المستوى الثاني مات قبل أن ينتهي المستوى الثاني. أبو علي، أبو علي، أقسم بالله بعد توبته بشهرين ينزل قرار تعيينه من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مؤذن للجامع اللي بجوار بيتهم براتب 1700 ريال. عوضه ولا ما عوضه؟ أعطاه ولا ما أعطاه؟ وينزل له مكافأة الجامعة 1000 ريال. اترك الدنيا فديتك، اترك 2700 فديتك، لكن القضية على ايش مات؟ 4 مرات لا إله إلا الله. والله ما قدم الصحابة دماؤهم وأموالهم في سبيل الله إلا من أجل هذه النهاية السعيدة. والله ما تاب التائبون ولا سكب العبرات المذنبون إلا من أجل هذه النهاية. والله ما بحت أصوات العلماء والدعاء المصلحون إلا من أجل هذه النهاية. فديتك، أما تريد هذه النهاية؟ أما ترغب أن تختم حياتك بلا إله إلا الله بخاتمة حسنة؟ ونحن له مسلمون.